يوميات طلاب ستار أكاديمي نختصرها بالعناوين التالية: سكينة تغادر الأكاديمية وتترك وراءها أجمل الذكريات. ما تنسوني وتذكروني كل يوم. دينا تتحنطر في إزمير. أنا ركبة الحدوية يا جماعة، أنا مبسوطة جداً. علي صوتك بالغناء بالعربي أو بالإنجليزي، ما بهم. Story of my life. أنا لا جدا صعب علي. خالي أنا ابن أختك ومن خاني خالي. خالي أنا ابن أختك خالي خالي. تم تسجيل أول خلاف بين أنيس ومابال. ليك ممنوع أعطي رأيي أنا هلا من هون ورايح. مش هيك مش هيك مش هيك. بزعل منك وبصالحك. أغنية طليق بحنان ورفيال. يعني أنا إذا أنا ما بحكي أنا عن اللي أنا مضايقني، مش يعني أنا مرتاح. أنا ما بحكي لما ضايقك. أوكي، ما في شيء بفيدك إلا حالك. حادثة اختناق داخل الأكاديمية. رفيال رفيال رفيال. محمد عباس في تصريح خطير. وصلتيني لمرحلة فعلاً إن أنا كرهتك. الأكاديمية تحتفل بعيد سهيلة. عوارض غيرة وخلافات ومصالحات. لا بس أنا بحبها حرام تأوفر فات تعصيلي قبل شوية بدي تفعلي أنا أخذت مزح بس إنه مش حلو. ماما ماري تضرب من جديد. بعدك نايم؟ بلا كنت نايم هلأ شفتك كنت نايم. ممنوع تفوتوا على الصفة بتغسل وجهك. هذه أبرز عناوين هذا الأسبوع. عائلة ستار أكاديمي أخبارها كثيرة.